السلام عليكم. اليوم جيتكم ندير واحد اون بيتيت فيديو ان شاء الله بالعربيه، نحاولوا نهضروا فيها على الموسيقى المغربيه عامه ونعطيكم فكره صغيره على القضيه ديال لا فيوجن والاساس ديال لا فيوجن وعلاش لا فيوجن، علاش لا ميوزيك ماروكان الموسيقى المغربيه عامه جذابه بالنسبه للناس لي فيوجنور، وعلاش مهرجان بحال مهرجان ديال الصويره مهرجان ناجح. بون، نبداو من الاول. الموسيقى المغربيه عامه مبنيه على جوج ديال الانواع ديال لي انسترومون ديال الالات. الاله الاولى او لو جونغ الاول وهو الات ضبط ايقاع، منها الرش، الدربوكا، الطريجه، الطمطام، فوالا القرعقب في التكناويت. والدرجه الثانيه او النوع الثاني من لي انسترومون هو النوع ديال الميلودي اللي فيها النغمه بحال الصوت لا فوا و كاع لي زوستر انسترومون اللي كيعطيو النوع اللي كيعطيو الموسيقى. الكمانجة مثلا في الجرة، سنيترا مثلا او البانجو في كومون ابي سا في الغيوان، او لا الهجهوج ولا القنبري في التكناويت. الا انه والصوت بيان سور، الصوت بيان سور. الوغ الا انه هذا النوع الثاني تيكون رغم انه يعني انسترومون ديال لا ميلودي يعني اللي كيعطي النغمه، الا انه تيكون دائما سي لوي كي ديكت لا كادونس، يعني هو تا هو اللي كيعطي الريتم. بحال دابا جوج المعلم تيكون تيغني حتى واحد الوقيته مثلا تيدوبلي تيبغي يسخن الطرح بحال تنقول. الكمانجا لا ميم شوز في الجره. الوغ شنو هو الحاجه اللي كي مونك دون لا ميوزيك ماروكين؟ لا شوز كي مونك دون لا ميوزيك ماروكين وهي الا هارمونيا، سيتادير ان انسترومون بحال لا غيتار باغ اكزومبل ولا لو بيانو اللي كيعطيو دو نوت ان ميم طون. خصنا نعرفوا بان مثلا الموسيقى الاندلسيه لادابتاسيون دو بيانو اي ريلاتيفمون ريسونت، يعني ما بداو يستعملوا البيانو حتى يعني اعوام قريبه، ماشي في الاول. في الاول كانوا دي انسترومون اللي هما عاوتاني خصنا ناخذوا اي حاجه تنقولها ب ب ب ب ب يعني افيك ان ديبلاسمون، لانني انا ماشي باحث في هاد الدومين هذا. دونك الحوايج اللي تنقولهم حوايج اللي كنشوفهم ماشي حوايج اللي بحثت فيهم اكسيتيرا. باش ما نكثرش عليكم غنعطيكم واحد المثال. هاد الغنية كنت درتها هي ايلي ايلي عيطة حوزية. بغيت نسجل هاد نسجل هاد لا تيت كتسمى لا تيت دو تيم، ومن بعد نهضرو. عندنا لو تيم، الوغ عندنا لو تيم غيبقى يدور. انا نوريكم لي زاكور اللي في هاد لاكام هادي، ها كام دو لا بيمول. يعني اساسا الي تري سامبل، ولكن بما اننا ما عندناش سميتهم الات موسيقيه كي بوف هارمونيزي لو تروك، هاد الناس اللي كيجيو مثلا يديروا لا فيوجن كيلقاو بانها سي اون توال بحال لوحه رسم ما فيهاش بزاف ديال الحوايج. الوغ هما تيحطوا لي كولور اللي بغاو. داكوغ، الوغ نوريكم عاوتاني مره اخرى.
Alors, un visionneur d'abord, je me dis qu'il est tout. Qui est tout de l'imagination de l'homme. Mathalan. Donc vous avez maintenant le cas de les bonnes nouvelles comme on a mis les nouvelles comme les accords les sendir chez eux bonnes nouvelles comme bien non il y a ni l'ouhat rasm mhloula ou l'imagination qui dit une juge de la voix j'ai imma que tu brûles la gamme ou les notes les fait hein imma que tu brûles le son والنوت اللي والناحيه ديال سميتو واللعب اللي فيه انا اللي شنو تبعت فمثلا باش لا موتيفاسيون ديالي او لا بور هارمونيزي لو تروك الوغ سيتادير بالنسبه ليا انا مبني خاصه على هاد لي نوت هادو لي نوت اللي كنلعب الفوق ولكن بحال اللي قلت لكم ليماجيناسيون سي ليماجيناسيون دو كومون اون ابيل سا دو فيزيونور كي ليميت الحد التلاش هو غادي يفيزيوني لو تروك نعطيكم مثال اخر مثلا بالنسبه لان جيتاريست ديالها وتولي حاجه اخرى اللي هي غريبه يعني عندها جوج ديال الحوايج عندها طابع فولكلوري كي ابل ا لودونس ماروكان وعندها طابع مودرن كي ابل ا اون اوتر اودونس فوالا هذه هي الفكره انا بالنسبه لي غروسو مودو القضيه ديال لا فيوجن القضيه ديال كومون اجوتي لارموني الوغ ما تنساوش الحاجه المهمه هنايا هي ان الموسيقى المغربيه عامه ما فيهاش دي انسترومون اللي كيحطوا لا ميلودي وهذا علاش بالنسبه مثلا بحال اللي قلت لكم القضيه ديال مهرجان الصويره خدام مزيان لان كيجيو دي جازو اللي اساسا هما الخدمه ديالهم هي يحطوا دي زاكور comme ça تيبقاو غاديين فوق في الجيتار ولا في البيانو يعني هذه هي الخدمه ديالهم اساسا حيت هما بالنسبه لهم لا ميلودي يعني مهم الراس ديال لا ميلودي اللي مهم لو تيم لو تيم هو اللي مهم ابري سا سي اون تيحلوا اللعب باش يعني القريحه ديالهم سادير لامبروفيزاسيون
l'ارتجال ديالهم يجي. alors l'ارتجال ما تيجي غير على دي زاكور، c'est-à-dire que la couleur dictée par l'accord suggère des choses à faire بالنسبة le soliste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas, je sais que c'est un peu flou. Mais c'est ce que j'ai dit. Salam alaikum, fait ça. Tabarakallah alaikum.